بكم. اهلا بكم. فالدكتور، لو اتكلمنا عن الامام محمد الغزالي واتكلمنا عن مفتاح مشروعه التجديد، يا ترى هيكون ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فضيلة الشيخ محمد الغزالي ابن أحمد السقا، سماه أبوه بهذا الاسم، وهو على فكرة من مواليد 1917، وفي هذه السنة ولد كثير من الأعلام ومن المفكرين ومن الأتقياء والأنقياء في 1917 قبل نهاية الحرب العالمية بسنة. أبوه رأى رؤيا أن يسميه بالغزالي، فسماه محمد الغزالي. وكان رجلا من الصالحين أبوه رحمه الله تعالى، ورحمهم الله وألحقنا بهم على الإيمان وكمال الإسلام. ولد 17 وحفظ القرآن وذهب إلى المعهد ونال، وهم كانوا يسكنون يعني قريبا من الأسكندرية. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان محبا للعلم، كان يحكي لي أنه بعدما تخرج وأخذ العالمية، والمفروض أنه يبدأ ويشرع في تبليغ الناس، عين في وزارة الأوقاف إماما وخطيبا لمسجد السبع بنات اللي موجود ما بين شارع الأزهر وشارع بورسعيد. فكان له غرفة في هذا المسجد، فينظر فيجد مولانا سيدنا الشيخ عبد الفتاح العناني، وكان من كبار العلماء في المعقول والمنقول، كان يدرس المنطق ويدرس الأصول ويدرس اللغة ويدرس الفقه ويدرس علم الكلام، كان علامة كبير عبد الفتاح العناني ده. فكان يبص من الشباك يلاقي الشيخ عبد الفتاح جاي كده من قبل الأزهر، فيخرج له ويمسك فيه ويقول له تعالى اشرب شاي بتاع، ويدخله الغرفة ويقفل عليه ويقول له لا أتركك حتى تعلمني. ده وهو متخرج ومتوظف، ويبدأ الشيخ يقرأ معه الكتب، وشوف سماحة الشيخ ان هو حد كأنه بيقبض عليه من رايح مشوار الى حد يقول له علم، فيجلس ويفعل معه هذا الامر. كانوا كلهم كده. فالشيخ الغزالي تكون تكوينا علميا صحيحا، وهذا اثر في مشروعه التجديدي. كيف اثر ذلك؟ هو مشروعه التجديدي يمكن أن نقول إن مفتاحه أو محوره هو إدراك الواقع إدراكا صحيحا للتعامل معه. إدراك الواقع هو مفتاح مشروع التجديد. مشروعه مبني على إدراك الواقع إدراكا صحيحا، لأن ممكن الواحد لا يدرك الواقع أو يدركه إدراكا خاطئا. اللي لا يدرك الواقع ده جهل بسيط، لكن الذي لا يدرك الذي يدرك الواقع إدراكا مخالفا له يبقى ده جهل مركب. لكن على كل حال إدراك الواقع كان هو همه الذي يريد أن يوصله للناس، وبناء عليه نتعامل مع هذا الواقع، إن كان خيرا قبلناه وإن كان غير ذلك غيرناه. آدي القضية، وهي قضية عدم قبول الواقع بما فيه من خطأ وخير وشر وصحيح وكذا، لا، احنا هندرك الواقع إدراكا صحيحا ثم بعد ذلك نتعامل معه. كيف نتعامل؟ نقبل الخير ونترك الشر. لما جه الغزالي في رحمه الله تعالى في بداية حياته انبهر بشخصية حسن البنا. ولكن هل الشيخ الغزالي كان يعني انضم
أو للجماعة في فترة من الفترات ثم تراجع؟ أيوة كان في مكتب الإرشاد، لكنه اكتشف الحال، اكتشف أن هناك جهاز خاص يقتل الناس ويقتل المسلمين. اكتشف وهو كتب هذا أنه هو والشيخ سيد سابق ماشيين، وبعدين لقوا واحد فقالوا له أنتوا جماعة المسلمين ولا جماعة من المسلمين؟ فقالوا له لا احنا جماعة المسلمين، وده معناه اللي ما هوش إخوان يبقى كافر. هو لما دخل في عهد المأثورات ما كانش الأمر كده، كان أمر تربية، خدمة للمجتمع والناس، جمعية خيرية بتؤدي واجبها إزاء المجتمع. لكن تيجي قريب لي بقى وتعمل لي نظام خاص تشيل فيه السلاح وتدرب على السلاح بدعوة أنك ستحاسب المجتمع وأنك تدخل مجال السياسة من طريق العنف، تحولت أنت البعيد إلى إرهابي. يعني بدل ما كنت رجلا صالحا أصبحت رجلا إرهابيا. أدي اللي حصل مع الإخوان. فكمان زادت الطين بلة أنه هو اعترض على حسن الهضيبي وكذا إلى آخره، ووصفه بأوصاف كبيرة. مشروعه كان إدراك الواقع. أنا عايز أعرف الحقيقة،